حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الواقع. اليوم حلقتنا هي عبارة عن تجربة اجتماعية. منو بينا بحياتنا ما مصادف متسولين؟ وأكيد أغلبنا صاير بينه وبينهم مواقف، البعض بيهم يساعد الله صدق محتاج، والبعض الآخر على الرغم من المنظر اللي نشوفه بملابسه مقطعة يقول لك أنا جوعان، لكن هذا الشيء ما يعكس حقيقتهم. فالبعض بيهم يمتلك أموال وسيارات وهواي من الأمور. اليوم قررنا إحنا ككادر قناة الطلعة الفضائية أن ننزل للشارع، وراح أعمل نفسي كمتسول وأشوف إيش قد يحصل متسول باليوم، ونشوف أيضا كيف الناس تتعاطف معهم. تابعونا. الله ينجحك ان شاء الله، الله يرضى عليك، دنيا واخره، الله يحط على راسك. صديقي شباب ربع ربع، ما عندك ربع يا ابني؟ ربع الله يرضى عليك. صديقي صديقي ما رفستك شباب، صديقي بس ما رفستك، ما عندك ربع؟ الله يرضى الله يرضى الله يرضى. نجح ان شاء الله، نجح ان شاء الله، الله ينجحش ان شاء الله، نخليش لهلج حق محمد وآل محمد، الله يرضى عليه الدنيا واخره. حمام ولد ربع ما عندك؟ اعطيه ربع. ولد ليه ما عندك ربع؟ ليه ما ربع؟ ليه؟ يا مدار
لك ربح ربح والله ما عندي شيء والله والله جو والله اسرع الله يخلي اولادك صديقي بس دق بس محتاج ربع بس ربع الله يرضى عليك الله يرضى عليك صديق الله يرضى عليك بس ربع بس ربع لا عليك ربع بس محتاج ربع بس ما يصير يشتغل زي ما اي خلاص خلاص اي ما زين ليش تشتغل ما بيش والله ما اقدر ايش ما اقدر والله ما اقدر اخش الشغل ماكو شغل شغل مين اجي والله اكو شغل مين يلا مين اكو شغل شغل مين والله اكو شغل اي هل كان ها والله اللي قدام اللي قدام هيش اللي ما عاد شنو ابو ابني والله يلا شوف التخرج ان شاء الله ليه خلاص الله يرضى عليك السلام عليكم الله يبارك ربح ربع الله يرضى عليك ربع اثنين 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 ربع الله يرضى عليك الله يلا شاشة شاشة الله يوفقك اثنين اثنين والله اقدر اروح منها بس روح روح اثنين خلال فترة قياسية ما تجاوزت ال 15 دقيقة قدرت اجمع هذا المبلغ من المال بحجة انه اني معاق برغم انه اني سليم اذا كم شخص حاليا يدعي بالإعاقة لكن سليم وينصب على الناس؟ إذا المشاهدين كنا في تقاطع جادري وراح ننتقل إلى تقاطع آخر حتى نبحث عن المتسول. بعد ما انتقلنا للتقاطع الثاني تفاجأنا بوجود شخص يمنع تواجدنا بهذا التقاطع بحجة إنه هذا المكان هو تابع له. ويمنع تواجد اي شخص اخر وهنا حدثت المشكله هلا خالد شلونك هلا خالد مين انت يا جايبك هنا يا ضاف درع درع كيف درع عمر اخرى عمر ناجي اشتغل على باب الله وين والله شو اول مره تجي شفت ذاك التقاطع وجيت هذا التقاطع وين عم انت اول ذاك التقاطع الحريه اشتغلت وجيت هذا التقاطع شو يخص نبيك عم عم يا دافع عم روح دوخ 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 عم وخر وخر ورزق على لا تشيل والقران اصيح الشرطه والقران عمد روح 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 هو رزق على الله شو تريد؟ خلنا شو تريد؟ دوخ 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 شو انت شوي لا تشوي لا شو رزق على الله شو تريد انت؟ عمي انا ما حد دافعنا عليك هذا ما حد دافعنا عليك هو رزق على الله هذا شفت التقاطع ماكو شغل جيت التقاطع شو يخص نبيك؟ دوخ دوخ ما اجي دوخ 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 وخر شو ما تجي وخر هو رزق على الله حبيبي اسمعني بما ضرك انا بما ضرك ما ضامن بس خلينا نحكي وياك هنا شو تريد من عندي؟ احكي وياك لا ما تحكي وياي عندك شيء احكي هنا عندك شيء احكي هنا عندك شيء احكي هنا وش انت ايش رايد؟ دوخ 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 ارزق على الله دور خل عني عندك شيء احكي هنا ايش تغلط؟ اسمع اسمع انا شفت ذاك التقاطع وجيت هذا التقاطع في منظر ما حد دافع لا ما حد دافع اول مره اول مره ما جبت لك التقاطع ما شايف ذاك التقاطع لا ما شايف لا شايفني والله ما شايف لا شايف لا شايفني لا والله لا شتري شتري بس انا احكي وياك هنا انت ليش خايف؟ ما خايف من شيء انا جاي اشتغل خلينا اشتغل لا يفتح الطريق الطريق راح ينفتح شو تريد من عندك؟ يا دافعك علي ما حد دافعنا عليك واحد دافع ما حد لا دافعنا احد ولا شيء مثل ما انت جاي تشتغل انا بجاي اشتغل هنا هنا هاي منطقتنا منطقتك حبيبي اكو طابو باسمك؟ اكو طابو باسمك؟ لا هاي منطقتنا احنا نعرف الغريب اكو طابو باسمك؟ نعرف اكو شيء باسمك؟ بس انت جديد يا دافع اي ما حد دافع لي قل لي تعال ما حد دافع لي ما حد داخذ نزل ايدك داخذ داخذ نزل نزل ايدك ما حد دافع لا حد رزق على الله رزق على الله
داخل اي انا عبر داخل داخل انا عبر. يلا يلا وصارت اكثر من اللازم. عمي هو رزق على الله، انت ايش مطلوب؟ ايش رايد من لا عندك؟ انت يا ما حد دافع عني ما حد فيهم يا هدا. سؤال، هاي المنطقه باسمك؟ هذا احنا مسؤولين. المنطقه باسمك؟ احنا مسؤولين. من وصل المنطقه باسمك؟ جديد يا هالكل. عمي هو الرزق على الله. عمي درب ايش مطلوب مني؟ انا ايش مطلوب مني؟ اسال دافع. ما حد دافعني ما حد دافع. لا ما حد دافع. لا حد دافعني ولا عندي ما حد دافعني. يلا 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 ناخذ اخوي. حبيبي بس اسمعني اسمعني. الله يرزقك ان شاء الله. شلون الشغل وياك؟ ماشي؟ اليوم وين اف؟ شو اليوم واقف؟ على ما في اليوم. شو قاعد؟ والله قليل يا جماعه ما اعطوني هون. توقف اقعد اقعد هنا. شو وين؟ لكن؟ ايه؟ يا اخوي الشرطه وهوس. نعم عاد ولا حكي. والله خاف من الشرطه. ما حد الا واحد. والله ساي من الصبح وعده ساي. والله العظيم هاي 2000 دينار. يا عمي واحد يا بالشرطه يسهلون بينا حيل يسهلون. ماكو والله. متاكد؟ هذه ايش فيك والله؟ هيك وانسحلت يا يا والله العظيم. الله يرزقك. لو هسه ذولا تعبوني هذول. ذولا تعبوني روح من روح من. يجدوني صغار. ايه. بس تعبوني روح ما اروح. يا شو خصني فيكم انا؟ يا مو محذاهم هسه. هو رزق على الله. صح الأول رزق على الله. يا مو وحداهم أنا جابنا عليهم. زين انت حصلتي زين يا ولا ما حصلتي هسه؟ ايه حصلتي زين؟ قسمه يعني ورزقة. اذا ابقى من بعد شوي حصلي خمسه سته؟ والله ما اشتغل شو جرب. زين ايش قد حصلتي؟ والله من هذا سايل لا خرجي بتربع. لا بربش والله. هسه انا بديت من هذاك التقاطع شوفي هذاك مال الحريه. اشتري لك مصيحات ومسح. التقاطع؟ ابقى هنا لا اخذ مكانك. شنو ياخذ مكانك؟ يعني عادي هذاك السايل روح عليه هذاك السايل. وهذا؟ هذا أنا أشتغل. يعني وإذا اشتغلت فيه أنا؟ وإذا اشتغلت فيه شو راح يأثر؟ قايمة؟ والله يصير اثنين مكرد مرة ما يطون. إذا صار إذا ذولياش ما راح يطونه؟ نعم. أي ورزق على الله صح لا لا؟ ربع أنت وربع أنا وأنت الموضوع ربع أنت وربع أنا. التسوي أصبح مهنة لدى الكثيرين، لكن الحجي كان إلى رأي ثاني بحكم علاقته مع المتسولين عبر السنين، وهنا اجى دوره وقرر ان يفضح كل اسرار المتسولين. السلام عليكم. السلام. شلونك ابويا؟ الحمد لله. ايش قصة لك بهذا المكان؟ هذا المكان ل 2006 ابيع مي. سؤال، هم هواي ناس تجي هنا جدي وهي اصلا عندها فلوس؟ اي بس مو كلها. مو كلها قله. يعني اكو هواي بيهم يجي هسه مثل ابو الجرايد جاي يستعطي. شايل لك الجريدة دق الجامعة عليه غيره وغيره وغيره واي يعني طبيعي عندهم اكو عندهم بيوت وعندهم سيارات اكو مو كلها اي مو كلها يعني اكو شنو اغرب واحد مر عليك يجد هنا بس هو كل شيء عنده كثر ارباحه قبل ساعة كان واحد اي اجى يتوسل كان يبيع مي يعني يروح مرة منهم باقنا يبوق راح اشترى به المشروب. اها. والله العظيم. يعني نقدر نقول مو كلهم البعض بيهم. بعض بيهم. يجدي على مود المشروب. على مود المشروب، البعض بيهم. البعض بيهم وحتى ذولا حادوا اهل العماره. زين. ما يملون انه يوميا على نفس الموضوع نفس الموضوع؟ الموضوع هو فلوس تجيك لا راس مال لا مشتري له حاجه. عادي. دق الجامعه بسياره بيهم ينطي وبيهم
ناس يقول لك انا منطي لله. زين شنو هاي النسوان جاي تفطر هنا؟ اهلها وين؟ قاعده بالبتاوي وذني من هالكركوك. زين ذني هاي من هالكركوك هاي لا من هالكربلة قاعده بالبتاوين. ليش؟ اي تم ساعه يعني انا جزء صلعته لكن عيده مرت الثانيه. يعني هواي يجيبون اطفالهم يجدون بيهم شباب يجدون بيهم اكثر شيء السوريين اطفالهم. سمعنا على اساس اكو ناس عندهم سيارات حديثه ومشترين قطع لكن تعود انه يجي جدي. زين اقول لك هو يجي يجدي ايش ما ادري ايش تبيه. هواي اكو والله اكو ناس اشترت بيوت من التقاطع. أنا العام خذونا اشتريت الملكة. زين فلوس وأنا اشتغل. يعني اشتريت ملكة من المي. من المي والله. هم بجد يوم لليوم؟ أنا؟ إيه بصراحة. لا والله الله يبعدني. ها أسأل. ذولا الكيات كلها تعرفني. سولفني على هذا اشترى له بيت ما أدري سيارة. أنا اشتريت. إيه. أجوا الشرطة خذوني ذبوني بالسجن. ليش؟ ما أعرف. عندك سيارة وتبيع مي؟ تالي بعت اخذت لي بيها قطعه. زين هسه واحد يحصل له باليوم 25 او 20 يكفي يوم خير من الله. هذا اسيت بيش ب 1000 دينار. زين كروه خمسه من الزيوت صار عليك ب 1200. هذول مأجرين بيوت هنا قاعدين مأجرين شقق لو شنو؟ ماكو هنا ماكو هنا كله بالبتاوين. كله بالبتاوين. كله بالبتاوين. شو مأجرين بالبتاوين؟ والله ما ادري كلها مأجره. فنادق. فنادق اي كلها. زين اكو على اساس بالتقاطعات الثانيه ناس عنده بيت. أيوة. وعنده سيارة أيوة. وحالته زينة أيوة. بس وده جدي والله ما أدري شو أقول لك يعني. يعني هذا الشيء ما مر عليه خلال هاي شغلك هنا؟ كل شيء مر. شنو أغرب شيء لا تتذكره مر عليك؟ والله أغرب هواية ناس يجيب جهالة يذب سيارته طب الجهالة يشتغلون لا يمسح جام لا يجدي. يعني وعنده بيت وعنده سيارة؟ عنده أكو واحد اشترى بيت 125 هو يجدي 25 مليون؟ اي والله هو يجدي بالقران قال بس اطلع اسد ال 25 مليون وبعد ما اجي. يعني 125 مليون؟ والله حق هذا المي هو كلامه. اي قال اشتريت بيت 125 طيت 100 بقت 25000 من الجديه. اي والله 125 مليون من الجديه اشترى بيت. خلال ايش قد المده؟ والله ما اعرف بعد. يعني شهرين ثلاثه؟ ما اعرف بعد. زين ليش اكو بيوم هسه انا جيت غريب حاربوني ما خلوني اشتغل؟ شلون يعني حاربك؟ يعني صار تقاطع بمجموعه، اجيت اني ارد اجدي اكو بيهم قالوا وخرنا يلا 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 روح. ليش ما يرضون؟ ما اعرف. يقول لك اني هذا ما يطلع اذا نطل هذا ما راح يطيني. عدة حركات تصير. حركات ويروحون يشتكون. هم اكو جماعه ملتزميهم؟ لا ما التزام كذي كلمه يقول لك ملتزم كذي. زين. يعني ملتزمين الاطفال، ملتزمين النساء. لا لا ما اكو، لو تجي الصبح كل من يشتغل لوحده. الله يرضى عليك. الله يسلمك. شكرا لك حبيبي. الله يخليك. ممنون. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شفتوا الحلقه وشفتوا الاشياء اللي مرينا بيها. لذا مهنه التسول هي من اخطر المهن اللي ممكن نشوفها في حياتنا اليوميه، تحتاج الى وقفه من الجميع، رجال الدين والدوله واحنا كمواطنين. لذا راح اختم حلقتي بسؤال واحد، هم راح يجي اليوم وما نشوف اي متسول بالشارع؟ الى اللقاء.